أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. يتجدد لقائنا مرة تانية مع الازدواجات اللي بدأنا فيها من أكتر من حلقتين. هنواصل كلامنا في الباب الخامس والأخير، باب من أهم أبواب منهج الاستاتيكا وفي نفس الوقت أبسطها وأسهلها، باب الازدواجات. لكن وكالمعتاد اسمحوا لي أرحب بأستاذنا الفاضل الجليل أستاذ شعبان عبد الرزاق عمر. اهلا بيك استاذ شعبان مره ثانيه او يمكن ثالثه بقى. بقى ثالثه بقى، ربنا يسهل بقى ونخلص ان شاء الله. النهارده تكون اخر مره في الزواجات قدر المستطاع، وما ننساش ان احنا في بعد ما نبدا طبعا في الجزء الاول من حلقتنا عندنا اسئله متبقيه من الحلقه الماضيه من حسام من المنيا، ايمان من الاقصر، اميره من منصور، عبده طبعا من القليوبيه، بس سؤاله لسه ما وصلناهوش حقيقه، لما نوصل له هنحلها. وكمان محمد من البحيرة، كلها أسئلة إحنا جاهزين نحلها النهاردة. كمان مستنيين تليفوناتكم أثناء الحلقة فيما يتعلق لو أمكن بموضوع الإزدواجات. طيب أستاذ شعبان، إحنا اتفقنا في المرتين اللي فاتوا على أنه الإزدواج بشكل عام هو مجموعة تتكون من قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه، وخط عمليهما ليس ليس واخدنا مجموعه من الامثله كده، ويمكن في نهايه الحلقه المره اللي فاتت كان عندنا مجموعه اشكال مهمه جدا تقدر تنفعنا في مسائل الصفيه. بص محمد، نبدا بيها. هو الازدواج زي ما انت عارف ان محصله قوتيه الازدواج بصفر. لازم الطلبه تعرف كده ان الازدواج بيعمل دوران في الجسم يذاكره عزم، بنسميه عزم الازدواج. انما حضرتك قلت لا ثانيه واحده، حضرتك قلت الازدواج اتفضل بيدور الجسم. لا، محصله الازدواج محصله قوتيه الازدواج بصفر. محصلة قوتي الازدواج بصفر. يعني مثلا لو القوة الأولى من قوتي الازدواج زوج مرتب 3 و4، بالتأكيد هتبقى القوة الثانية زوج مرتب ناقص 3 وسالب 4، فتبقى محصلتهم صفر وصفر. حاجة تانية، الازدواج بيعمل إيه في الجسم؟ بيدوره. لذلك يبقى له عزم. نيجي بعد كده في مسائل الازدواج، هما نوعين بعد كده. إما توازن أو المجموع الكافي الازدواج. أول حاجة في التوازن، لو جينا فرضنا قضيب، علقنا قضيب كده اهو، القضيب ده في الحاله دي علقناه في مسمار او في مفصل، يعني المسطره دي كانها قضيب ومتعلق من مسمار مثلا من فوق من عند صباع حضرتك. ده مسمار. يبقى القضيب هنا متزن تحت تاثير قوتين. وزنه ورد لأسفل. الفعل وزنه فين؟ راسي الاسفل ورد فعل المسمار. حلو، جينا على القضيب ده اصلنا عليه بزدواج كده، فهيلفه كده بزدواج كده، يعني قوتين اهو. يبقى القضيب هنا متزن تحت تاثير ثلاث حاجات، وزنه ورد الفعل والازدواج. لو شلت الازدواج هيرجع تاني طبعا. وفي الحاله ديت يبقى عندنا طالما القضيب متزن تحت تاثير ازدواج وقوتين، يبقى لابد ان القوتين يقوانين الازدواج. زي الازدواج ده بس في الاتجاه الايه؟ المضاد. يعني لو الازدواج ده موجب يبقى التاني ازدواج الوزن ورد الفعل من الازدواج بالسالب. تمام كده؟ وانا حتى موضحها حتى اهو في الرسم اهو. يعني قبل الرسم حضرتك عايز تقول انه بشكل عام كده الازدواج لا يتزن مطلقا الا مع ازدواج تاني، الا مع ازدواج اخر. قلنا الكلام ده توازن ازدواجين قبل كده. تمام. يعني الصفيحه دي او المسطره دي او ايا كان، حتى لو كان الم اتاثر بازدواج موجب 100، لا يمكن الالم هيتزن الا بازدواج اخر سالب 100، سالب 100، بحيث انه مجموع الازدواجين المؤثرين على الجسم بصفر فيتزن. ما احنا خدنا توازن ازدواجين، وحضرتك قلت دلوقتي او اشرت عشان نعيد تاني انه الصفيحه او الالم او المسطره او القضيب متاثر بقوتين، وزنه لاسفل ورد الفعل بتاع المسمار. لكن اتفقنا احنا صحيح ما نعرفش حاليا، بس اتفقنا انه لن يتزن الا تحت تاثير ازدواج اخر. ازدواج اخر، فما دام في وزن راسي الاسفل، تتوقع قبل ما نبدا الشغل يكون رد الفعل فين؟ راسي الايه؟ الاعلى. عشان راسي الاسفل وراسي الاعلى يعملوا ايه؟ ازدواج. طيب نشوف بقى رسومات. حتى باين اهو، قضيب منتظم اهو. تمام، ادي القضيب اهو، القضيب متزن تحت تاثير، وزن القضيب راسي الاسفل. ايوه، رد فعل المفصل او المسمار ر عند الف. ازدواج انا ما حددتوش، وازدواج معيار عزمه جيم. لما باثر عليه بازدواج هيطلع الوضع عامل كده. بحتاج انا اجيب البعد العمودي ميم نون اللي هو بين واو ور، عشان ر وهو هيعملوا ايه؟ ازدواج. ويبقى ميم نون ده عباره عن لام جاهه. طيب لو الصفيحه مثلثه، ادي مثلث اهو علقناه من احدى الرؤوس، ده الوضع الطبيعي. أيوة بتاعه. ايوه،
ودائما وزن الصفيحه المثلثه بتاثر في نقطه الطلاق متوسطاته. يبقى برضو هنا الصفيحه متزه تحت تاثير برضو ايه لا دلوقتي لسه تعتزل قوتين وزنها وزنه ورد فعل المفصل او رد فعل المسمار. وزنه ورد فعل المفصل او رد فعل المسمار. حلو تمام. يعني وزن اي صفيحه احنا بنتكلم دلوقتي عن مثلث بعد شويه مربع بعد شويه مستطيل بعد شويه معين الوزن بشكل عام في نقطه المركز متوسطاته نقطه المركز لا حتى لو مش مثلث مركز الصفيحه لو كانت مربع يبقى مركزها فين نقطه تغليق القطرين ولو كانت مستطيل نقطه تغليق ولو كانت معين هيبقى برضه نقطه تغليق القطرين انما المثلث مفيش قطرين بقى نقطه تلاقي المتوسط وهي النقطه التي تقسم كل متوسط بنسبه 2 الى 1 من جهه الراس او 1 الى 2 من جهه القطر اتفضل طيب ادي الصفيحه ديت مثلثه اهو حلو منتزه تعسير قوتين ايوه الوزن ورد الفعل حلو جيت اثرت عليها بالزواج فخدت اوضاح كده ممكن كده ممكن كده اي اوضاع ممكن تلف كمان ناحيه ثانيه المهم تاخد اوضاع يبقى برضو الصفيحه المثلثه دي متزنه تحت تاثير ازدواج وقوتين حلو يبقى لابد ان القوتين هو الوزن ورد الفعل يتوازن مع الازدواج اللي عندي وبالتالي يبقى عندنا رد لابد فعل لابد ان يكون القوتين دول متساويتين في المقدار ومتضادتان تعالى في الرسم اهو ادي صفيحه مثلثه اهي ا ب ج علقناها من نقطه ب ايوه بص يا استاذ محمد فضل. هنا برسم متوسط واحد اللي بيمر دائما بحب انا ارسم المتوسط المار بنقطه التعليق اللي هو الف د يعني مش ضروري علشان نعرف نقطه تلاقي المتوسطات ان احنا نعمل الثلاث متوسطات لا خالص اطلاقا متوسط واحد ما نعملش زحمه ميم ده نقطه تلاقي المتوسطات مش كده يبقى الف ميم ايه علاقته بالف د تلتينه طبعا مش كده يعني لو انا كتبت كده الف ميم تلتين الف د والف ده ممكن اجيبه بقى اما يدهولك او اقول له الوتر في جيب الايه الزاويه ويبقى الصفيحه المثلثه متزنه تحت تاثير وزنها واو راسين لاسفل رد فعل منفصل عند الف وازدواج معيار عزمه جيم تمام حل. احتمال تبقى الصفيحه مربعه اهو مربعه اهو او مستطيله كده في الوضع ده برضو الصفيحه المستطيله دي متزنه تاثير قوتين وزنها ورد الفعل الوزن طبعا في نقطه تلاقي القطرين صفيحه على شكل مستطيل نزلها شويه كده بعد اذنك أيوة. تحت شويه كده ايوه صفيحه على شكل مستطيل دخلنا عليها باستواج ازدواج اهو وداها يمين شويه يمين شمال اي حاجه وفي الحاله دي القطر يميل على الراس اكيد عشان الراسي في الحاله الاولى هو يعتبر القطر صح فلما اثرنا عليها باستواج هيميل كده يبقى الوضع بتاعنا عامل اهو الرسم بتاعنا اهي ادي صفيحه مستطيله هي نفس الكلام اهو ادي الوزن في نقطه تلاقي القطرين ويبقى في الحاله دي هنستنتج ان رد الفعل الراسي اللي اعلى اكيد والازدواج هو اللي عمل الوضع كده في الحاله دي الف ج لابد هيميل على الراس بزاويه اهي بسقط عمود من م على الراس عشان اجيب البعد العمودي بين الوزن ورد الفعل عشان اجيب الازدواج هيبقى برضو ميم نوم ده بيساوي الف ميم جاي صفيحه مربعه برضو نفس الكلام المربعه زي المستطيلة بس المربعة لو انا عاوز اجيب قطر المربع طول ضلعه جذر ايه 2 هنا قطر المستطيل اجيبه في فصاورس ده هيبان بالتفصيل طبعا ده تقريبا هم الاربع حالات اللي بيجوا في الامتحان واحدة منهم ان شاء الله بتيجي في الامتحان كل سنة واحدة من الاربع حالات دول وممكن يبقى معين احنا جاهزين في كل الاحوال لا هو عادة الاستاذ محمد هو اما قضيب او صفيحة مثلثة او مربعة او مستطيلة لكن ابقى جاهز وعارف خواص كل الاشكال الهندسية زي ما قلت انا من شوية يمكن ربما مثلا لا قدر الله يجي لنا احنا عندنا في دليل التقويم مسألة معين نبقى جاهزين برضو في المعاد وانا هستأذن حضرتك واحنا شغالين بالمرة يعني بس يمكن مش في اول مسألة كده نشير يمكن ما عندناش مسألة معين ماشي النهار بس نشير لخواص المعاد لما يتعلق ازاي ما برضو نفس الوضع طب تيجي نبدا بالخواص المعين بسرعه المعين عباره عن قطرين متعامدين اهم حاجه فيه وغير متساويين يعني هو غير المستطيل لا غير المستطيل مستطيل طبعا القطرين متساويين وينصف كلهم منهم الاخر ولكن مش متعامدين انما المعين القطرين متعامدين وينصف زاويه الراس الخواص دي واحد كبير والتاني صغير طيب. ان شاء الله وينصف طيب. طبعا كل منهما الاخر طيب نقرا بقى مع بعض كده اول مساله قضيب طوله كام ده خضيب طوله 40 سنتي وزنه 2.4 من 10 ثقل كيلو جرام ده بيأثر في منتصفه يمكن للقضيب الدوران بسهولة في مستوى رأسي حول مفصل ثابت عند طرفه ألف أثر على القضيب ازدواج معيار عزمه 24
واتجاهه عمودي على المستوى الرأسي الذي يمكن للقضيب الدوران فيه. عين بقى مقدار واتجاه رد فعل المفصل وكمان زاوية ميل القضيب على الرأسي في وضع التوازن. بنيجي نرسم أستاذ محمد الوضع بعد ما بقصر. حابب بس قبل ما نرسم أستاذ شعبان أشير في عجالة كده، لأنه رغم أنه دي أول مسألة عندنا في حلقة النهاردة، إلا أنه هو ده السؤال تقريبا مع اختلاف الأرقام اللي جه السنة اللي فاتت في 2015 جنب مسألة تانية هنشوفها بعد شوية. فضل. طيب آدي الرأسي وآدي القضيب. برسم الوضع أستاذ محمد بعد ما أثرت عليها بزدواب أو القضيب. أدي ألف، أدي ب، الوزن بيأثر في المنتصب. الوزن اللي هو 2.4. القضيب كله طوله 40 سنتي. أيوة. يبقى ده 20 سنتي، ده 20 سنتي. اللي خلاه خد الوضع ده الازدواج معيار عزمه اللي هو 24 سكلي كيلو جرام سنتيمتر. يبقى القضيب هنا متزن تحت تأثير. ممكن اكتب كده يا استاذ محمد، ده لازم وزنه الرأسي اللي اسفل، رد الفعل المفصل عند ألف وازدواج. بكتب كده بقى، بما ان القضيب متزن، مش كده؟ يبقى بما ان القضيب متزن يبقى لابد اهو ان 2.4 وره يكونان ازدواج. عزمه هتساوي ده ازدواج بالموجب، بيبقى تاني ازدواج بالايه؟ بالسالب. ازدواج بالسالب هيبقى عندنا سالب 24. وفي الحالة دي بقى طالما القديم متسع تأثير اهو، ده ازدواج 2.4 ازدواج، 2.4 وريه يعمل ازدواج، يبقى لابد ان ريه معنى كده، اذا ريه بتساوي 2.4 سكلي كيلو جرام رأسيا لأعلى. ده أول مطلوب عاوز يجيب رد الفعل. تمام كده؟ يعني طيب، ببساطة كده الوزن ورد الفعل زي ما قلنا هيعملوا أكيد ازدواج. طب نحسب الازدواج الجديد ده. ادي مين وادي هي ودي الزاوية مثلا ايه. انا عندي الازدواج ده، القوتين دول هيعملوا ازدواج، البعد العمودي بتاعهم ميم هي. هحسب ميم هي. ميم هي بيساوي الوتر في جيب الزاوية 20 جاية. طيب الازدواج اللي هو 2.4 يبقى 2.4 في ميم هي المعيار بتساوي كام؟ 24. مش كده؟ طيب يبقى 2.4 في ميم هي اللي هو 20 جاية بتساوي 24، يبقى جاية هتساوي 24 على 2.4 في 20، يبقى جاية بنص، يعني الزاوية ب30. يبقى قياس ي بتساوي 30 درجة. يعني بالقضيب يميل على الرأس بزاوية 30 أو 150 أو 150 لو إيه الازدواج طلع لفوق. يعني بقى عامل كده. يعني دلوقتي آدي الرأس لما عملنا عليها بازدواج أهو، بقى القضيب لفوق كده، يبقى الزاوية دي كلها كام؟ 150. يبقى 30 او 100 وحتى لو مش فوق، حتى لو تحت، عامل زاويه 30 مع الراس الاسفل و150 مع الراس الاعلى. طيب ماشي. ده كان السؤال الاول، وزي ما قلنا من شويه نفس السؤال ده مع اختلاف الارقام السنه اللي فاتت، بس كان القضيب طوله 60 ووزنه 6. طيب ننتقل بقى لمساله الصفيحه اللي على شكل مثلث متساوي الاضلاع، هنقراها مع بعض. ألف ب ج، صفيحه على هيئه مثلث متساوي الاضلاع وزنها 50 بيأثر عند نقطة تلاقي متوسطات المثلث. علقت الصفيحة في مسمار أفقي رفيع من ثقب صغير بالقرب من الرأس ألف بحيث كان مستواها رأسيا. أثرنا على الصفيحة بازدواج بيساوي معيار عزمه 250 واتجاهه عمودي على مستوى الصفيحة، فاتزنت. أوجد ميل، هي دي كلمة الفارقة في السؤال كله. فأوجد ميل ألف به على الأفقي إذا علم أن ارتفاع المثلث 15. برضو هعمل وضع الصفيحة بعد ما بأثر عليها بالازدواج. شوف المسار كلها شبيه بعض. كلها أهو، آدي عندنا آدي الرأسي وآدي
هرسم المثلث بعد ما أثرت عليه بالازدواج. مثلث متساوي الأضلاع. فبرسم دائما يا استاذ محمد في المثلث ده بالذات ارسم المتوسط المار بنقطه التعليق زي ما اشرت قبل كده في الشرح في الاول. فبرسم متوسط اهو طبعا ادام مثلث متساوي الاضلاع يبقى المتوسط هيبقى عمودي على القاعده وين الصفحه وليكن الف د اللي خلاها خدت الوضع ده الازدواج اللي هو معيار عزمه 250 سكل جرام سنتي. الوزن في نقطة تلاقي المتوسطات ادي الوزن اهو ادي الوزن اللي هو الوزن بتاعها 50 احب اكتب كده بقى شوف نكتب التلات حاجات الصفحة والتاسع. مش ضروري على فكرة خالص يمكن بالصدفة كده احنا رسمناها بالكيفية دي لكن مش ضروري خالص انه الوزن لا مقصودش مش ضروري انه مركبة الوزن اللي بالاحمر دي تعدي على الرأس جيل خالص. لا مش شرط ما مش معديه كده صدفه كده. لا لا معلش يا باين عندك بعديها. لا مش معديه قدام انا خلاص. يبقى وفي نفس الوقت هو الالف ب ده طبعا هو باين طبعا اللي بتفق. مش افقي لا ده مايل ده لسه احنا طب ممكن نعمل افقي مع الافق هو يبقى كده. ايوه تمام لا ما فيش يعني الف ب بيصنع مع الافقي زاويه اهي هنجيب. طيب يبقى برضو الصفيحة متسع تاثير الوزن ايوه ورد الفعل أيوة. والازدواج حلو. يبقى اقول له كده يبقى لابد ان الوزن نفس الكلام اللي كتبناه في القضيب 50 ور يكونان ازدواج عزمه طبعا ده ازدواج بالموجب يبقى التاني يعمل ازدواج بالايه بالسالب يبقى سالب 250 وفي الحاله دي يبقى ذره بتساوي 50 راسيا لاعلى تمام؟ تمام هحسب الازدواج بتاع يبقى رد الفعل اهو الازدواج بتاع الخمسين والر فبسقط عمود كده ميم نون مثلا والزاويه ديت ايه اللي هو ذراع الازدواج اللي هو ذراع الازدواج ميم نون اما اجي احسب ميم نون هيبقى ميم نون بتساوي الف ميم جتا ه طيب ألف مين جاهي عشان ده مقابل طب ألف مين ده بيسوي ايه أصلا ألف مين تلتين ألف دال طب هو مديك الارتفاع كام بتاع المثلث هستأذنك يا استاذ شعبان هقول لك على ارتفاع المثلث اللي مديهولي ب 15 سنتي بس هنخلي إيمان تشترك معانا في بقية حل المسألة إن شاء الله. إيمان من الأقصر أهلا بيكي يا باش مهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا إيمان؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ انت عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. منورانا. اهلا ازيك يا إيمان؟ بقى تضيفها على طول عزيزة علينا على طول. كل اصدقائنا اللي بتصلوا بينا منوريننا طبعا. وإيمان ليها سؤال جه في الامتحان سنة 2000 مش ناسيين طبعا مسألتك يا إيمان ومستعدين لتلقي أسئلة جديدة. أيوة أنا كنت حابة بس أشارك الأول. يلا طب يلا. طبعا أنت عارفة إحنا عاوزين نجيب ألف مين. معايا ايمان؟ ايوه مع حضرتك استاذ. الف ميم ايه علاقته بالف دال؟ الف ميم ده الف دال كده بنص في القاعده به جيم كده لا لا بنقول الف ميم ايه علاقته يا ايمان بالف دال؟ الف دال ده 2 الى 1 من جهه 2 الى 3 2 الى 1 من جهه الراس ميم يعني 2 الى 3 هي يبقى فاهمه وعارفه طبعا. يبقى الف ميم تلتين الف دال تمام كده. طب تلتين الف دال مديهولك بكام؟ الف دال اللي هو الارتفاع 15 ب 15 يبقى الف ميم ب 10 ب 10 مش كده؟ تمام كده. يبقى ميم نون اللي احنا عاوزينها اللي هي الف ميم بكام ب 10 في جاهه؟ تمام كده. طيب عاوزين نجيب بقى ايه؟ عزم الازدواج بتاع ال 50 والر يبقى المفروض اقول 50 في كام؟ ايه؟ 50 يبقى مضروبه في كام؟ يعني عزم الازدواج الناشئ من 50 و50 هيساوي معيار احد القوتين في ذراع الازدواج اللي احنا بنشاور عليه ده اسمه ميم نون. نجيب منين ميم نون؟ جبناه 10 جاهي. حلو. اذا الازدواج بيساوي ايه؟ يبقى 50 في 10 جاهي. حلو قوي. جاهي يبقى 50 في 10 جاهي
طبعا ده الزواج بالسالب، يبقى سالب 50 في 10 جاه بيساوي عزم الزواج اللي عندنا اللي هو سالب 250. طبعا السالب راح مع السالب هيطلع جاه يا ايمان 250 على 500 يبقى جاه بكام؟ بنص مش كده؟ تمام كده، هي ب 30. يبقى قياسي. تعالي بقى استنى بقى هنا. هو الراجل عاوز يجيب زاويه ميل الف بها على الافق، الف بها على الافق، محتاجين الرسم كده. احنا ثبتنا الزاويه اهي دي كلها ب 30 صح كده يا ايمان؟ تمام كده. طيب احنا عاوزين عندنا زاويه د الف ج بكام؟ د الف ج ب 30. ب 30 ازاي يا ايمان تبقى اهي ب 30 ودي ب 30؟ يبقى لازم ايه؟ وطي التلفزيون كده. اسمح لي يا استاذ شعبان. ايمان. ايوه حضرتك. انت سامعانا يا ايمان؟ مع حضرتك. ممكن اطلب منك طلب؟ تمام. هو المتوسط اللي اسمه ألف دال شايفاه؟ ما هو بيصنع مع ألف جيم زاوية كام؟ ألف دال مع يصنع زاوية مع مين؟ مع ألف جيم اللي جنبه زاوية كام؟ ألف جيم ألف دال وألف. لاحظي إن المثلث متساوي الأضلاع وألف دال ده متوسط. متساوي الأضلاع. يعني هينصف زاوية الرأس اللي قياسها أوريدي 60. تمام. يبقى ألف دال بيصنع مع ألف جيم زاوية كام بقى؟ 30. حلو. 30. أما وإنه بيصنع مع ألف جيم زاوية 30، وحضرتك أثبتتي إنه بيصنع مع الرأس زاوية 30. تمام. تستنتجي إيه يا باشمهندس؟ يبقى ألف جيم رأس الأسفل. الله يفتح عليك. إذا ألف جيم إيه؟ رأس. ده اللي إحنا عايزينه. نرسم بقى ألف جيم الجديد. يبقى طيب. هستأذنك في حاجة عشان مخرجنا الجميل أستاذ حسن بيقول في مكالمات كتير جدا عايزة تخش تشترك معنا أو تسأل، فأنا يا إيمان عايز أسألك قبل ما أقفل معاكي، عندك أسئلة جديدة؟ لا خلاص. سؤال المربع بتاع الأسبوع اللي فات إن شاء الله هنجاوبه دلوقتي. طيب. نورتينا وشرفتينا وبالتوفيق يا باشمهندسة وفي انتظارك دايما. يبقى ده ألف أدي ب أدي ج. يبقى هي إيمان قالت ألف ج يبقى رأس. طبعا. الزاوية دي كام؟ 30. ودي 30. يبقى وده أفقي. اهو يبقى 30 30 يبقى ألف ب يميل على الأفق بزاوية كام؟ 30. حلو كده؟ هو ده المطلوب. عايز يعرف ألف ب في وضع الاتزان. يبقى نقول له كده يصنع ألف ب يميل على الأفق بزاوية 30 أو ساعات يقول لك أو 90. 90 لو كانت الحروف اسمها ألف ب ج كده. تمام. تمام. برضه مسألة من المسائل البسيطة لكن المهمة في الامتحان نخش في المسألة اللي بعدها اللي هيشترك معانا من بدايتها كده هيسمعها معانا علي من الغربية. أهلا بيك يا علي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله. والرياضة عاملة إيه معاك؟ الحمد لله. الحمد لله والله. ماشي حلو؟ إن شاء الله. كويس توفيق إن شاء الله. طبعا عرفت الامتحان الثانوية العامة النهاردة الوزارة أعلنت أنه هيبدأ يوم السبت 4 يونيو 4/6 كل سنة وأنت طيب. يوم طيب بس محمد. أنا أظهر إن شاء الله. أنت إيه؟ أظهر. أظهر طبعا بالتوفيق إن شاء الله. طيب عندك طلب. أستاذ شعبان. طب محمد إزيك علي؟ الحمد لله كل سنة وأنت طيب. أستاذ شعبان بيسلم علي. أهلا وأنت بالصحة والسلامة. أؤمر يا علي عندك سؤال ولا تشترك معانا؟ هشترك معاك واديكوا سؤال بس. طيب اسمح لي بقى اخد السؤال وبعدين تشترك براحتك. قول السؤال. ماشي. ألف ب ج مثلث موجود في كتاب المدرسه عشان نوفر وقت او في الدليل مثلا دليل التقويم. انا مش عارف. طب قول قول على طول يلا. ألف ب ج مثلث. حلو. يه مركز الدائره الداخليه. الايه؟ يه مركز الدائره الداخله. يه مركز الدائره الداخله للمثلث. اتفرض خمس قوى في ألف ب. طيب استاذنك بس يعني ايه بالراحه ووضح صوتك اكتر عشان بكتب معاك اهو. ها اثرت خمس قوى في ألف ب. اثرت القوى في ألف ب. وبه ألف ب وب. سامع انت يا استاذ شعبان؟ ايوه سامع. طب هو استاذ شعبان بيكتب اللي انت بتقوله معاك اهو. ها ايوه مظبوط. والف ب والف ألف ج. ألف جيم. ألف جيم. ها وجيم وجيم ي. ها ويه ألف. ويه ألف على الترتيب. على الترتيب. فإذا كانت مقادير هذه القوة مقادير هذه القوة تمثل بالأطوال. تمثل بالأطوال. ألف ب. ألف ب ويه ب. ألف ب وب ي.
وايه ب ماشي والف ج والف ج وجيم وجيم ي ماشي يلا واتنين ي الف واتنين ي الف على الترتيب جميل تبين انها تكافئ ازدواج اثبت انها تكافئ ازدواج عزمه يوجد عزمه بدلاله اطوال اي ب يوجد عزمه بدلاله الاطوال ماشي ونصف قطر الدائره هيبقى ناقص ا ب ناقص ا ج ماشي ماشي ويوجد ايه قلت نصف قطر الدائره الداخله متى تتوازن هذه الكره حلو قوي جميل عندك سؤال تاني غير ده لا والله ما تسمح انا كنت ممكن اشارك مع حضرتك قوي تنورنا يا سيدي نرجع بقى للسؤال اللي كنا هنقراه اللي بيقول الف ب ج صفيحه رقيقه على هيئه مثلث قائم الزاويه في ب وقياس زاوية ج 30 درجة وطول ألف ج 30 سنتي فإذا كان وزن هذه الصفيحة 90 ثقل جرام ويؤثر في نقطة تلاقي المتوسطات علقت الصفيحة في مسمار أفقي رفيع من ثقب صغير بالقرب من الرأس ألف بحيث كان مستوى الصفيحة رأسيا اوجد معيار عزم الازدواج الذي إذا أثر عليها في اتجاه عمودي على مستواها جعلها تتزن في وضعين أولا في وضع يكون فيه ألف به رأسيا ثانيا يكون فيه ألف به أفقيا يعني يا علي احنا معنا مسألتين مش مسألة واحدة بص يا علي بص يا علي ادي الصفيحة المثلثة يعني على هيئة مثلث متساوي الأضلاع قائم الزاوية تمام كده مثلث قائم الزاوية اهو قائم الزاوية فين في ب اهي وزاوية ج دي 30 ايه الفرق بينها وبين المسائل اللي فاتت المساله اللي فاتت مديك عزم الازدواج هنا وعاوز وضع الصفيحه هنا عاوز يجيب ايه عزم الازدواج تمام ماشي تمام جيت اثرت عليها بازدواج ماشي خلى قالب به راسي يبقى الوضع عامل كده ايوه اهو قالب به راس اهو نرسم الكلام ده علي ايوه نرسمه اهو ادي 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 ا ب اللي هيبقى راسي وادي بص قائم الزاويه في ب اهو يبقى ده ألف ممكن تسمع حضرتك يا استاذ شعبان تعمل المثلث لوحده كده وننزل منه الوزن ما هو لسه الاول اعتبر ده لوحده يا علي ده لوحده مفيش تعليق ولا حاجه طيب ماشي اتفضل طيب دلوقتي لما اثرت عليها بالازدواج جعل قالب ب راسيا اهو قلب راس اهو كده علقناه وجبناه يمين شويه خدت بالك ايوه تمام كده ايوه طب عاوزين نشوف بقى القوه اللي بتاثر على 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 المثلث ده ازدواج ج مش كده اللي خلاها خد الوضع اللي خلاها قلب راس مش كده ايوه تمام فين الوزن بقى الوزن هنرسم النقطه تلاقي المتوسطات الاول يبقى اجي ارسم اتفقنا نرسم المتوسط المار بنقطه الايه التعليق اهو دال اهو وبفرض نقطه ميم اهي دي نقطه تلاقى المتوسطات مش كده ارسم ميم الوزن راسيا لاسفل راسيا لاسفل اللي هو وزن الصفيحه كام مديها لك 90 ولازم طالما هو ايه اللي فيه ازدواج يبقى لازم فوق يبقى فيه ازدواج عكسه بيساوي 90 قصدك لازم فوق يكون فيه رد فعل عند التعليق الف عند نقطه التعليق هيساوي الوزن 90 برافو ماشي ماشي عشان اجيب عزم الازدواج ده يا علي يا علي لازم اجيب البعد العمودي بين ال 90 وال ر هرسم خط مستقيم من الميم واقول ميم نون مثلا اهو ميم نون يبقى انا هدفي كله اجيب ميم نون بس في شويه معلومات الاول قال لك زاويه الجيم دي 30 درجه صح كده زاويه جيم 30 ده معطى والف جيم ب 30 سنتي والف جيم ب 30 سنتي ماشي طب يبقى قلب طوله كام قلب طوله كام قلب ده طوله كام هو ده المقابل للزاويه 30 يبقى نص الوتر يعني 15 يبقى انا هدفي كله اجيب ميم نون تعرف تجيب لي ميم نون هنجيبه ازاي سيبه يقول بقى يا استاذ شعبان ما انا يلا يا علي
خلاص احنا خلاص خلصنا اللي عندنا. الزاويه اللي هي زاويه ب 90. الزاويه ايه؟ ب 90 ماشي. والزاويه اللي هي ج ب 30 ماشي. يبقى اللي فوق 60 هتتقسم نصين. لا 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 لا, لا. استناني بقى. لا استنى تقسيم انا الطلعه دي يا استاذ شعبان. انت علي انت اللي بتقوله ده فقط لا غير اذا كان المثلث متساوي الثقيل. فبالتالي المتوسط هينصف زاويه الراس ويكون عمودي او يكون متساوي الاضلاع. اهلا وسهلا. انما ده لا متساوي ثقيل ولا متساوي اضلاع. يلا نرجع بقى خطوه للخلف. يلا نكمل يا استاذ شعبان. هات الرسمه تاني كده. هسالك السؤال بصيغه تانية. بص كده في الرسمه عايزين نطلع علاقه قول مثلا من التشابه من اي حاجه بين م ن والقاعده بتاعه المثلث. بص كويس بقى. هنقول طب اغششك عشان الوقت بس. يا ترى يا علي ب د على ب ج. الله يفتح. ايه 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 ب د من التشابه. ب د على ب ج. لا علي علي بص يا حبيبي انا عرفت انك شاطر من نوعيه السؤال اللي انت سالته عشان كده انا مصر اكمل معاك في اخر دقيقه. بعد اذنك يا شعبان كده م ن شايف م ن على ب ج شايفه؟ يا ترى مش هكمل ميم نون على ب ج كام على كام؟ طب صح وغلط باتنين على تلاتة. ثانية واحدة بس محمد ثانية واحدة. غلط. أيوة علي انت شايف اصلا اللي احنا بنقوله ده ولا مش شايف ولا ايه؟ انا شايف حضرتك. طب انا مش شايف قوي. ميم نون اهو الاحمر اللي تحت ده اسمه ب د ولا ب ج؟ ب د. ب د. بص انت كويس عشان انا الشاشة مش واضحة قدامي. ميم نون على ونبي تشاور يا استاذ شعبان. ايوه بيه. اللي بيشاور لك عليه ده اسمه ايه؟ ده ب. اسمه ده ب. وضحت كده؟ ايوه. ميم نون على ده ب بكام على كام؟ 2 على 1. 2 على 3. 3 2 على 3. يبقى ثانيه واحده يا استاذ محمد. ثانيه كويس. ثانيه واحده يا استاذ محمد. اولا ب ج 15 جذر 3. بيجيب 15 جذر 3. هو بس انا محتاج برضو نفس اللي حصل في المكالمه اللي فاتت. استاذ حسن عنده مكالمات كتير محتاجين ندخلها معانا. فانا هطلب من علي انه استاذنك. علي انت خلاص قلت لنا السؤال واحنا ان شاء الله هنجاوبه. تابعنا واسمح لنا ان احنا هننتظر منك تليفونات ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. نورتنا وشرفتنا يا علي. اتفضل يا استاذ شباب. بص بقى عندنا. بص يا استاذ محمد بقى بيجيب عباره عن 15 جذر 3 اللي هو مجاور الزاويه 30. انا عندنا بقى المثلث الف ميم نون يشابه المثلث الف دال ب. وبالتالي يبقى الف ميم على الف دال بيساوي ميم نون على دال ب. ده 2 على 3. هو يمكن انا في رايي انه مش شايف كويس زي ما انا كده مش شايف كويس لكن اكيد دي حاجه واضحه بالنسبه له وبالنسبه للطلبه اللي بيتفرجوا علينا من التشابه. ايه اللي بقى نقولها مره ثانيه؟ المثلث ألف ميم نون يشابه ألف دال ب. أيوة. يبقى ألف ميم على ألف دال كله بيساوي ميم نون على دال ب. بس كده كفاية. أنا عندي ألف ميم على ألف دال ب 2 على 3. دال ب نص جيم ب. هيبقى 15 جذر 3 على 2. يبقى ميم نون هتساوي 2 على 3 في 15 جذر 3 على 2 هتطلع ميم نون ب 5 جذر 3. يبقى تعرفت البعد العمودي. اقدر اجيب بقى عزم الازدواج. يبقى 90 في 5 جذر 3 يبقى 500 450 جذر 3 هتبقى التمييز ثقل جرام سنتي. ده الوضع الايه؟ الاولاني. نفس المساله. قال لك يبقى ا ب افقي. اهو ادي الوضع بتاعنا اهو. ا ب افقي. يبقى ا ب افقي يبقى كده. يبقى عامل كده. نرسم برضو نفس الكلام اهوت بس يبقى ا ب افقي اهو. ادي الراس بتاعنا. ادي المثلث اهو. ادي زاويه ج برضو فوق زي ما هي اهو. ادي الف. ادي ب. ادي ج. والزاويه دي برضو 30 نفس المعلومات. ده 30 سنتي. ده 15 سنتي. ده 15 جذر 3 سنتي. هرسم برضو يا استاذ محمد المتوسط المار بنقطه التعليق اهو. يبقى الوزن برضو بيأثر في ميم اهو. ادي ميم. ادي 90. يبقى لابد برضو ريه يعملوا ازدواج.
يبقى البعد العمودي عندنا هنا بقى بين التسعين والره يعتبر ألف نون. برضو من تشابه المثلثين اهو المثلث اهو ألف ميم نون يشابه المثلث ألف دال ب، يبقى ألف ميم على ألف دال نفس الفكرة، بس هنعمل للضلع التاني ألف نون على ألف ب، ده اتنين على تلاتة ألف نون على خمستاشر يبقى ألف نون بعشرة. أدام ألف نون بعشرة يبقى عزم الازدواج تسعين في عشرة. عايزينك نكبر الخط شوية يا شعبان. ماشي. عشرين تسعين في عشرة يبقى تسعمية سكل جرام سنتي. أوكي. تمام كده؟ ده كان الجزء الثاني. على فكرة المسألة دي جت في الامتحان العام الماضي. اللي هي بتاع المتوسط دي. بتاعت المسلسل قائم السوا ده. في الدور الثاني؟ جت في الدور الثاني. ده كان الجزء الأخير منها، مسألة مهمة طبعا رغم إنها بسيطة. وهننتقل بقى عشان نكسب وقت مباشره للمساله اللي مربع بقى سنه 2013. اه وحقيقه موضوع المربع ده بيتكرر كتير في امتحانات مختلفه، فاحنا هناخد عليه مساله اهو من الامتحان سنه 2013. بتقول ا ب ج د صفيحه رقيقه، طبعا حكايه رقيقه ومش رقيقه والكلام ده مش مؤثر معانا في الحل يعني، وبالقرب من مسمار رفيع والكلام ده برده غير مؤثر اطلاقا في الحل. ألف ب ج د صفيحة رقيقة على شكل مربع طول ضلعه 60 سنتي ووزنها 200 ثقل جرام يؤثر عند نقطة تلاقي القطرين. علقت الصفيحة من مسمار من ثقب صغير بالقرب من الرأس ألف بحيث كان مستوى الصفيحة رأسية. تمام. ثم أثرنا عليها بازدواج كالمعتاد في مستواها معيار عزمه. شوف حتى ما بيقولكش عزمه موجب ولا سالب، هو سايبك براحتك معيار عزمه تلفيها الناحيه الثانيه وتلفيها كده اهلا وسهلا توديها شمال كما ترى لي. فمعيار عزمه 3000 جذر 2. اوجد في وضع الاتزان قياس زاويه ميل الف ج على الراسي. برضو هنرسم اهم شيء المراجعه اللي انا عملتها في الاول الاوضاع الاربعه اللي انا عملته. ادي الصفيحه اهي مربع، هاخد وضع ادي مربع كده اهو ادي الصفيحة المربعة اهو ده الوضع بعد ما قصرت عليها بالايه بالازدواج اهو ده الازدواج اهو. طيب هندخل معانا بعد اذنك يا شعبان. اهلا وسهلا. من اسكندرية حازم او الباش مهندس حازم. ايوه حزوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك انت يا حازم؟ الحمد لله تمام. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. معلش بس انا كان معايا مساله بس. عينينا يا حبيبي اتفضل قول. على الازدواجات ولا على ايه؟ يعني طيب من كتاب المدرسه او الدليل؟ مش عارف الصراحه. طب قول على طول يلا. ماشي. يقول لي ا ب ج د ا ب ج د شبه منحرف في ألف دال يوازي به جيم. شبه منحرف في ألف دال يوازي به جيم. وبعدين؟ وقياس ألف به جيم بيساوي 90 درجة. وقياس زاوية ألف به جيم بيساوي 90 درجة. 90 درجة. كويس. ألف وألف به بيساوي 9 سنتي. ألف به إيه؟ بيساوي 9 سنتي. 9 سنتي. وبه جيم 24 سنتي. 24 سنتي. وألف دال 12 سنتي. وألف دال 12 سنتي. أثرت قوة مقدرة 48 و 18. وكم؟ 48 و 18. و 18. و 24 و 30 في ج ب و ب ا و ا د و د ج على الترتيب. ماشي. اثبت ان المجموعه تكافئ ازدواج واوجد معيار عزم. حلو قوي. حاجه ثانيه؟ لا تمام. طيب دي على فكره جايه يعني في واحده شبيهه لها. انا شايف ان شبه المنحرف ده موجود معانا زيه بس الله. انا حابب قبل ما اقفل معاك يا حزوم. أيوة. لاني برضو اشعر كده من صوتك انك طالب محترم. ربنا يخليك. ومتفوق. اسمح لي قبل ما اسيبك او حتى اخليك تشترك معانا. أيوة. اسالك سؤال خفيف وسريع. تمام. بص يا حزوم اكمل ما ياتي. الازدواج بس اسمع للاخر. تمام. الازدواج هو نقط. استنى بقى. تحتها عزم الازدواج هو نقط. يلا حزوم باشمهندس حازم. السؤال سؤال اكمل. مستويتين مستويتين في المقدار ومتنطين في اتجاه ولا يجمعهم خط عمل واحد. الله يفتح عليك. اسمح لي بقى اعيد تاني عشان اللي بيسمعنا. الازدواج هو نقط، هو مجموعه تتكون من قوتين
متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه وخط عمليهما ليس واحدا. فرح قلبي بقى وخش في الثانيه، قول عزم الازدواج هو نقط. اكيد مش نفس الكلام. هو اتفضل. مجموعهم بيساوي صفر. الايه؟ مجموع القوتين بيساوي صفر. لا ما ماشي، انا احييك طبعا انك فاهم ان مجموع القوتين بصفر، بس اسمع السؤال لانه ده سؤال امتحان ممكن جدا تشوفه السنه دي في الامتحان. انت قلت الازدواج هو نقط وكتر خيرك. عايز بقى عزم الازدواج هو نقط. هو عزم الازدواج ازاي يعني؟ هو عزم ايه؟ احد قوتي الازدواج حول اي نقطه تقع على خط عمل القوى الاخرى، او بعباره اخرى هو مجموع عزمي قوتي الازدواج حول اي نقطه تقع في مستويهما. خلي بالك من الحاجات الصغيره دي يا حزوم. وعايز اسالك، حابب تسيبنا ولا تكمل معانا الحل؟ لا ممكن اسيب حضرتك. طيب نورتنا وشرفتنا وفي انتظار مكالماتك في الحلقات اللي جايه. يلا بينا استاذ شعبان على طول. بنرسم القطر المار بنقطه التعليق. فالقطر هنا بيميل بزاويه هو عاوزها. وزن الصفيحه المربعه بتاثر في نقطه تلاقي القطرين اهو. اللي هو عندنا 200، والازدواج عزمه كام؟ 3000 جذر 2. جذر 2 ادي مين؟ يبقى لابد ان ال 200 والره يعملوا ايه؟ ازدواج. عزمه 3000 جذر 2 بس بالسالب. عشان عملت هنا ازدواج بالايه؟ بالموجب. فين عشان احسب الازدواج الجديد ده؟ البعد العمودي ممنون اهو. ألف جيم ده بيساوي ايه؟ ده قطر المربع، المربع ضلعه 60 سنتي، يبقى ألف جيم 60 جذر 2، وبالتالي يبقى ألف ميم 30 جذر 2. يبقى ميم نون اللي انا عاوزه عبارة عن 30 جذر 2 جاهي اهو. هنحسب عزم الازدواج الجديد، هيبقى عندنا سالب 200. حسام بعد اذنك كنت شعبان. نعم حسام من المنيا كان ليه سؤال طلبه مننا الاسبوع اللي فات وهو دلوقتي معانا على الهواء. اهلا بيك يا باشمهندس حسام. انا اسمي محمد، الحمد لله. اخبارك انت؟ اللي طبعا انت اللي طلبتنا الاسبوع اللي فات. فعلا انا طبعا. سؤالك موجود معانا وهيتحل النهارده. ماشي ان شاء الله. طيب عندك سؤال جديد ولا تشترك معانا؟ لا هو في سؤال جديد ان شاء الله. طب يلا اتفضل. هو بيقول لك وصف يلا قوة قاف. قوة قاف. معيارها يساوي 15 سكل جرام. 15. وتعمل في ألف ب. في ألف ب. حيث ألف الجزء المرتب سالب 3.1. سالب 3.1 وب. وب 1.4. جميل. أوجد متجع عزم هذه القوة بالنسبة لنقطة الأصل. بالنسبة لنقطة الأصل. حلو. جميل. أنت متابعنا على طول يا حسام؟ يا حسام. متابعكم بس يعني مش من اول الاستاتيكا. مش من اول. ايوه مش من الاول. عشان الكلام احنا عملناه. ما هو مش من اول الاستاتيكا معلش. طيب هنقول هنحله لك بقى. شباب هو في كلام تاني احنا ما عملناهوش؟ لا احنا بصراحه عاملين كل حاجه. طيب يلا عندك سؤال تاني يا حسام؟ لا يا محمد. طيب شرفتنا ونورتنا يا حبيبي. السؤالين القديم طبعا النهارده هنحله، ده ممكن نستاذنك زي بقيه زمايلك احتمال يبقى الاسبوع اللي جاي. شرفت يا حسام. اتفضل. يلا. يبقى جبت عزم الازدواج الجديد، هيبقى عندنا السالب راح مع السالب، هيبقى جاهي هتطلع لما تحسبها هتطلع جاهي بواء بنص. يبقى قياسه بتساوي 30 درجه. يبقى القطر الف جيم يميل على الراس بزاويه كام؟ 30. ده المطلوب. تمام كده؟ كده المساله خلصت. وفاضل الحقيقه استاذ شعبان في الجزء الاول من حلقتنا حوالي 3 دقائق، يعني 4 دقائق بالكثير. نقرا كده المساله وحتى لو ما كملتش نكملها في بدايه الجزء الثاني من الحلقه. مساله صفيحه برضو، بيقول الف ب ج صفيحه رقيقه على هيئه مثلث قائم الزاويه في الف، فيه قياس زاويه ب بيساوي 30 درجه وطول ب ج ب 24 سم. فاذا كان وزن هذه الصفيحه بيساوي 70 ثقل جرام بيأثر في نقطة تلاقي المتوسطات، وعلقت الصفيحة في مسمار أفقي رفيع من ثقب صغير بالقرب من الرأس ألف. وكالعادة كان مستوى الصفيحة رأسيا، يوجد معيار عزم الإزدواج الذي إذا أثر عليها يجعلها تتزن في وضع يكون فيه المرة دي بقى ألف جيم رأسيا أو
جزء تاني. المساله دي برضو الف جيم يصنع زاويه 30 درجه مع الراس. ده مساله حلوه كويسه جدا. احنا المساله اللي فاتت يعني دي مش تكرار للمثلث القائم، لا هنا الوضع مختلف هيبان واحنا بنرسم. هناك اللي علقنا من احدى زاويتين الحاده، احدى زاويتين الحاده اللي هي كانت الف، هو كان قائم في ب، انما هنا لو قرينا كويس هتلاقيها متعلقه من الف اللي هي الزاويه القائمه. الزاويه القائمه يعني لما لو جيت عملتها كده يبقى الوضع ده كده، هو ده قائمه. قائمه اهو، انا عاملها انا متعمد اجيب مثلث كده. قال لك لما علقتها من الراس اصبح الف ج براسي اللي هو بقى كده راس كده، بقى الوضع عامل كده اهو، اللي خلاها خد الوضع الطبيعي بتاعها اهو، مش متعلقه من الف بقى، متعلقه من عند ايا كان اللي هنسميها، من عند النقطه دي اللي هي الراس، اللي هي القايمه، الراس القايمه. اللي فاتت كانت من عند الزاويه الحاده كانت كده، فاللي فاتت كانت اسهل. هو انت عارف استاذ حسن بيقول لي ايه الجميل، بيقول فاضل دقيقتين، هل المساله دي هتاخد دقيقتين؟ لا، هي عايزه تتشرح باستفاضه وبالراحه، فاحنا حتى لو الجزء ده خلص هنكملها في هنكملها هنكمل. بس الجزء الاولاني ممكن يخلص. هيبقى الف ج راسي، ايوه تمام. لما جينا نرسم الوضع الوضع الاولاني، ايوه الف ج راسي، هيبقى الوضع عامل كده اهو، الف ج راسي اهو، ادي وادي المثلث، هيبقى ده الف، ده ب، ده ج. حلو. زاويه ب 30 وب ج كله 24، يبقى ده 12، والضلع ده لو احنا عاوزين نجيبه يبقى 12 جذر 3. هرسم المتوسط برضو اللي بيمر بنقطه ايه؟ الف، اللي هي نقطه التعليق اهو. في حته بقى هندسه بقى، طبعا الوزن بيأثر في نقطه تلاقى المتوسطات اهو. ادي الوزن اللي هو وزنه 70، مش كده؟ عشان اجيب عزم الازدواج لازم اعرف البعد العمودي مين من ده. طيب المستقيم ده واصل من راس القائمه اللي منتصف الوتر بيساوي نص الايه؟ الوتر. ده قاعده في منتهى الخطوره. المتوسط الخارج من راس القائمة. راس القائمه يساوي نصف طول الوتر، بصرف النظر بقى اذا كان المثلث القائم ده متساوي الساقين ام لا. لا، ده متوسط خارج من راس القائمه. بنلجا للفكره الخطيره او النظريه المهمه دي في كتير من الاحيان في مسائل الاستاتيك، وهي ظهر الثاني اهي. يبقى عندنا الف د ده بيساوي نصف الوتر، يعني بيساوي 24. لا ده هو الوتر كله ب 24، فالالف ده يبقى 12. يبقى 12 صح كده؟ تمام. ويبقى الزاويه دي 30. ليه؟ هيبقى مثلث متساوي الساقين. فلو انا جيت مديت ده على استقامته هيطلع البعد العمودي بينهم الف نون. ويبقى الف نون ده بيساوي الف ميم جتا 30. طب الف ميم ده بيساوي ايه؟ تلتين الف دال. يبقى تلتين في 12 يطلع بثمانية. الحتة دي يا أستاذ شعبان عايزة بالراحة ونكبر خطنا ماشي، ونعملها بطريقتين، مرة الوتر جيب الزاوية، ومرة زي ما حضرتك عامل، ومرة تالتة كمان نعمل زراع الازدواج من تحت من عند نقطة مين. لكن كل ده بعد ما نطلع معلش في فاصل صغير، من بعده إن شاء الله نستكمل بقية مسألتنا وبقية أفكار درس الازدواج، ورجعنا لكم مره تانية اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه علشان نستكمل المساله المهمه جدا اللي كنا بداناها قبل الفصل. شعبان انا هستاذنك يعني مره تانيه نقولها تاني. الوضع الطبيعي بتاعنا هنا الصفيحه اللي قلناها من راس القائمه، فلما علقتها من راس القائمه اثرت عليها بازدواج خلى الف ج راسي، بقى الوضع عامل كده خلاص. يبقى عندنا الف ج اهو راس اهو. طيب انا عندي زي ما قلنا المستقيم ألف دال ده واصل من رأس القائمة اللي منتصف الوتر بيساوي نص الوتر، فالوتر كله ب 24، يبقى ألف دال ب 12. حلو. طيب ألف ميم تلتين ألف دال، يبقى تلتين في 12 يطلع ب 8. طيب ممكن أجيب البعد العمودي بين السبعين والره بطريقتين، إما أقول ألف نون صح أو أو ميم هيه صح. لو عملت ألف نون يبقى ألف نون بيساوي ألف ميم جتا 30، يطلع بأربعة جذر 3، ويبقى عزم الازدواج عبارة عن 70 في 4 جذر 3. ولو عملت ميم هي
280 جذر 3. ميم هي عباره عن برضو 8 بس يبقى جا 60. نفس الكلام. ده الوضع الاولاني. جه قال لك ايه نفس المساله؟ قال لك ايه المساله دي بقى الجزء الثاني ده مهم جدا. قال لك الف جيم يصنع 30 درجه مع الراس. مع الراس. بص بقى معايا. ادي القضيبه اهو، قصدي المثلث. احتمال الف جيم بيصنع مع الراس يبقى واخد الوضع ده كده. او احتمال يبقى كده. له احتمالين. ان الف جيم لما اجي ارسمه اهو ادي الراسي وادي الف جيم. انا عايز انتهز فرصه وجود المثلث الظريف ده واخلي حضرتك بعد اذنك يعني تمسكه لنا تاني كده، على اعتبار انه الالف جيم ده هيبقى ليه وضعين. استاذنك استاذ شعبان كده المثلث ده معايا اهو. بص هيبقى ليه وضعين ده الوضع الطبيعي بس يعني. نعرف فين الف جيم الاول اهو. ادي الف جيم اهو، او نخلينا الناحيه الثانيه. هو ده. ادي الطويل. الطويل ده الف جيم. حلو. لا لا فهيبقى بس هو عشان الضلع الصغير. لا هقول لا لا بس عايز اوضح حاجه. مره هيصنع مع الراسي زاويه يمين ومره شمال. مره شمال يعني تاني كده. يعني مثلا هيبقى مثلا مع ده كده. هو اصلا اوريدي يمين كده. طب الناحيه الثانيه بقى هاته بقى. هيبقى عامل عامل كده. ايوه. لا ما ملفوش قوي. بس بص بص يا استاذ محمد. ده الف جيم اهو. ماشي مشيها الف جيم. الف جيم اهو. هيصنع مع الراسي زاويه 30 يبقى هتاخد الوضع ده كده. ايوه. واحتمال يبقى الف جيم من الناحيه الثانيه كده. يعني على الراسي على يمينه وعلى الراسي على شمال. حلو قوي. مرسل. انا خدت الوضع اللي هو على الايه الراسي اللي على الشمال ده اهو. الزاويه دي 30. برضو هرسم المتوسط اهو. وادي ميم. ده دال. ده الف. ده ب. ده ج. والزاويه دي قايد. برضو الف دال ب 12. وقالت مين بتمانية حسبناه. ما نكررش بقى الكلام. هنعمل البعد العمودي. اهو. ميم نون. ميم نون ده. انا خايف حد يفتكر. وارد برضو. يقول لك يعني احنا هنقي مرة يمين، اللي عايز يمين يعملها يمين. هنعمل حالتين يا استاذ محمد. واللي عايز شمال يعملها شمال. لا. الناحية التانية. لا. انا هرسم الاثنين وهطلع الحلين. لازم. يعني مش زي المسألة اللي حليناها من شوية اللي كان فيها قضيب واتضح انه بيصنع مع الرأس زاوية 30 ومن ثم فانه بيصنع زاوية 150. لا. المرة اللي فاتت كانت رسمة واحدة. ومدام بيعمل 30 مع الرأسي يبقى منطقي انه هيعمل كمان 150 مع الرأسي. انما المرة دي ده انت هتفاجئ ان في حلين غير حلين. حلين. يعني لازم ارسم دي وحلها والتانية. ماشي. يبقى عندنا ميم نون ده عبارة عن ايه؟ الف ده برضو زي ما احنا عارفين مستقيم. أي. متوسط. أي. الزاويه دي 30. يبقى دي كلها 60 ودي 30 يبقى دي 30. حلو. يبقى ميم نون عباره عن الف ميم جا 30. ده 8 في نص يطلع باربعه. يبقى عزم الازدواج هيبقى 70 في 4 اللي هو المعيار يعني. يطلع 280 سكل جرام سنتي. تمام كده. نيجي الوضع الثاني. هي قبل الوضع الثاني هي اعتمدت في الاصل على حاجه قديمه، انه انا عرفت الزاويه الصغيره اللي حضرتك بتشاور عليها فوق دي ب 30. لا اللي حضرتك بتشاور عليها دي عشان دي 30 هو اللي قالها. لا اللي فوق دي انا اكتشفت كونها 30 من الاصل لما اتضح ان المتوسط نص الوتر. ايوه ايوه ما دام ساس مستقيم 12 واللي جنبيه 12 وفي زاويه من زاويات القاعده 30 فتبقى اللي جنبها كام 30. ما هو زي المساله اللي فاتت. ما جبناها من اللي فاتت. من اللي فاتت. لولا كده ما كناش هنعرف نقسم. لا تمام. تعالى الوضع الثاني. يبقى ده حل. والوضع الثاني حل ثاني. ده حل شمال الثاني بقى يمين. ادي ادي برضو الف جيم هيبقى عامل كده. يمين بقى. برضو دي زاوية قايمة هيت. برضو. تمام كده. هيبقى ده برضو مستقيم المتوسط. المتوسط هنا يا استاذ محمد حاجة عجيبة. هيطلع افقي. ده بيساوي ده. ده 30. دي 30. خلاص. يبقى عندنا يبقى ودي 30 ودي 60 اهو.
هي مش حاجة عجيبة، معلش برضو خليني أتحفظ على أنها حاجة عجيبة. هو ده شيء منطقي جدا. ليه؟ لأنه قال لك أوجد كذا كذا في وضع يصنع فيه ألف جيم زاوية 30 مع الرأسي. ومدام هو الرسمة واضحة 30 هي عامل 30 وهي اصلا عامله مع المتوسط الف جيم، يعني يصنع مع المتوسط 60 من هندسه الشكل، من هندسه 30 الشكل. و60 يعني زاويه قايمه. وما دام عاملين زاويه قايمه يبقى ده افق، المتوسط افق. حلو، يلا يبقى عندنا ده دال ده ميم، يبقى الف ميم اللي هو الثمانيه اللي هو التلتين. اللي هو التلتين اللي احنا كنا حاسبينه قبل كده. يبقى عزم الازدواج 8 في 70 بس يبقوا رسمتين مختلفتين بناتجين مختلفين. سكل جرام اللي فات كان طالع كام؟ 280. لما كان شمال. لما كان ألف جيم شمال. طلعت 280 اهي. 280. انما 380. لما خليناه يمين بقى 560. طيب ننتقل بقى لجزء جديد هو معنى تكافؤ ازدواجين. ايوه. يعني احنا خدنا قبل كده، بص يا استاذ محمد، احنا خدنا قبل كده توازن ازدواجين. توازن. وقلنا انه لو في ازدواج عزمه ناقص 200 يبقى الثاني اللي احنا اشتغلنا عليه مع ازدواج عزمه موجب 200. موجب 200. انما تكافؤ بقى يبقى زيه بعض في المعيار وفي الاشاره وكل حاجه. يعني واحد عزمه 50 يبقى الثاني 50. هو حتى سالب واضح 50 واضح سالب 50 اسمه يكافئ. يكافئ. فالازدواج 200 يكافئ 200. 200. سالب 200 يكافئ سالب 200. طيب. يتكافئ ازدواجان مستويان اذا تساوى متجه عزميهما. ايوه. يعني يبقى متجه على عزم جيم واحد بيساوي متجه على عزم جيم اتنين. أيوة. لو هستخدم القياسات الجبريه يبقى جيم واحد بيساوي جيم اتنين. تمام كده؟ نشوف مساله بقى على تكافؤ ازدواجين خفيفه كده في الاول. خفيفه في الاول. يقول لك ألف ب ج د مربع. ماله بقى المربع ده؟ طول ضلعه 8 سنتي. كويس. ورؤوسه ألف وبه وجيم ودال في ترتيب دوري عكس دوران عقارب الساعة. عقرب الساعة. ماشي. الثلاث قوتان، يعني هو محدد لي شكل الرسمة. الثلاث قوتان مقدارهما 20 و20 في ألف به وجيم دال. اوجد قوتين متساويتين في المقدار قف واحد وقف واحد، يعني متساويتين في المقدار تؤثران في ألف وجيم وخط عملهما يوازيان القطر به دال وتكونان ازدواجا مكافئا للازدواج المكون من القوتين المعلومتين. هو بس هو كلام كتير انما هو بسيط اهو. ادي مربع. مربع اهو. قال لك حروفه عكس اتجاه عقرب الساعة. يبقى ده ألف. ده ب. ده جيم. ده دال. طول ضلعه 8 سنتي. أثرت بقى إيه؟ قوتين 20 في ألف ب وجيم دال 20. يبقى القوتين دول يعملوا إيه؟ ازدواج. أكيد ازدواج. أهو هقول له كده، القوتين 20 و20 يكونان ازدواج عزمه جيم واحد هيدور ضد عقرب الساعة. يبقى 20 في 8 يبقى 160 سكل جرام سنتي. جه قال لك ايه بقى؟ عاوزين قوتين قف واحد وقف اتنين. ايوه. تؤثراني عند الف وجيم في النقطتين في الرأسين الف وجيم. ايوه. وخط عمليهما يوازي القطر به دال. عاوزين مقدار القوتين ده مقدارا واتجاه. جيم واحد ده ازدواج بالموجب. ايوه. يبقى اللي يكافئه ازدواج بالموجب. طبعا. يبقى لازم القوتين القوة اللي عند جيم والقوة اللي عند ألف هيروحوا ضد عقرب الساعة عشان يعملوا ازدواج. يبقى القوتين يبقى كده، واحدة كده وواحدة كده. تمام كده. يبقى دي يبقى القوتين قف واحد ودي قف واحد. يبقى عندنا يبقى القوتين اهو قف واحد وقف واحد يكونان ازدواج عزمه 160 لكي يحدث التكافؤ. طب هجيب عزم الازدواج ده بقى، مش القوتين دول بيوازوا القطر به دال؟ يبقى البعد العمودي احنا عارفينه من قبل كده يعتبر القطر ايه؟ الف جيم. والقطر الف جيم عباره عن 8 جذر 2، يبقى قاف في 8 جذر 2 هتساوي 160. يبقى قاف واحد 160 على 8 جذر 2 هيطلع ب 10 جذر 2.
هنا بقى ما نسكتش لغايه كده، لازم نوصف نقوله بقى القوتين، القوتين 10 جذر 2 و10 جذر 2 تؤثران في ألف وجيم في اتجاهي، اللي في ألف في اتجاه دال ب، وب دال على الترتيب عشان بيبقى عاوز المقدار والاتجاه. آه طبعا، بس هو في تحذير هام جدا له علاقة بالكلام ده، ألا وهو أنه اللي احنا عملناه ده لما جبنا البعد العمودي بين قوتي الازدواج الجديد قاف وقاف، واتخذنا العمود الواصل بينهما هو القطر الآخر من قطر المربع، لا يمكن إطلاقا أعمل هذا الكلام، وسيكون هذا الكلام خطأ فادحا إذا ما كانت الصفيحة على شكل، أو الشكل اللي عندي على شكل مستطيل. معنى يا أستاذ محمد احنا نبهنا الطلبة في بداية الازدواج، يعني شوف طالما يعني القوتين بيوازي الكلام ده يودي في دهية، هيمر عليها تاني دلوقتي. القطر دائما اما يكون القوتين بيوازي احد القطرين يبقى البعد العمود القطر التاني على طول، يعني مستطيل ينفع استاذ شعبان قولا واحدا كده. هو ده التحذير. هناخد معانا بقى مصطفى من حلوان يشترك معانا في المسألة اللي جاية. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا مستر، ازيك يا مستر محمد وازي مستر شعبان. اهلا ازيك يا مصطفى. اهلا بيك يا مصطفى، ازيك يا درش. انا مستر كان عندي سؤال بس، وكان عندي استفسارين في يعني في دروس قبل كده. تؤمر تفضل. اقول السؤال. قول السؤال والاستفسارين واي حاجة انت عايزها. ماشي. اثرت القوة المتوازية. طيب هو في كتاب المدرسة؟ لا يعني. طب ماشي يلا على طول قول على طول. اثرت القوة المتوازية قاف متجه قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة وقاف اربعة. حلو. عند النقط الف واحد وواحد. وبيه سالب اتنين وواحد. وجيم تلاتة وتلاتة. حلو. ومديك معيار قاف اتنين. ومديني معيار احد القوتين ومديني قوة وعايز التلاتة والرابعة. تقريبا. ماشي. احنا طبعا كالمعتاد مسألة دي موجودة في دليل التقويم وحلناها قبل كده، بس حاضر يا مصطفى عينينا هنحلها لك تاني في اقرب فرصة ان شاء الله. حاضر. كان عندك بتقول سؤال وده احنا سمعناه وعرفناه، وعندك استفسارين فيما يتعلق بايه بقى ان شاء الله. كان اول استفسار عن درس الاحتكاك، لما كان بيجي يسألني يقول لي حدد اتجاه القوة اللي هي في اتجاه المحصلة اللي هي ظاهر. اللي هو قصدك يعني زاوية الاحتكاك. تمام. لما كنت ببقى عايز اعرف القوه المحصله بتاعتهم مع اني قوه. المحصله بتاعت ايه يا مصطفى؟ يعني بيقول لي الاتجاه الذي يوشك ان تتحرك فيه هذه المحصله. الاتجاه الذي يوشك الجسم على الحركه فيه؟ تمام. يعني عايز تفسر عن الموضوع بتاع اصغر قوه واكبر قوه تحفظ الجسم متزن. ثانيه انا فهمت السؤال. طب اتفضل استاذ شعبان هيقول لك اهو. ان انت عندك قوتين بيأثروا في الجسم في مستوى افقي صح؟ تمام. قوتين. انا فهمت سؤال. هتجيب المحصله صح؟ تمام. عاوز الاتجاه الذي يميل الجسم التحرك فيه. يبقى هو اتجاه المحصله. اجيب اتجاه المحصله ازاي بقى؟ ظاهي قاف اتنين جايه على قاف واحد زائد قاف اتنين جتيه. تمام كده؟ انت معقوله بتسال في السؤال التافه ده؟ لا استنى سامع صوته وعارف انه طالب متفوق من الصوت. لا عايز اسمعه تاني. انت عارف يعني الكلام البسيط ده اكيد. لا هو كده يا استاذ محمد. سمعني بس قول يا مصطفى. هو السؤال ده جالي بكذا شكل، انا حليت عليه تقريبا يجي في كتاب المدرسه واحنا حلينا في الحلقات كتير، فانا نفسي اسمع انت عايز ايه بالظبط بعد اذنك. طبعا ساعات كتير يعني انا حليت ساعات يجيب لي مع القوه الكبيره وساعات يجيب لي مع القوه الصغيره، فانا كنت عايز اعرف ان اتجاه احدد فيه اتجاه المحصله بتاعتي. استاذ شعبان ساعات يجيب لي. طب قول تاني كده. يجيب يعني لك قوتين وانت عندك واحده. لا يا استاذ محمد يا استاذ انا فاهم سؤال. هو مثلا قوتين 5 و8 صح كده؟ تمام. والزاويه بينه مثلا 60. عاوز القوه او الاتجاه الذي يميل الجسم التحرك فيه، هات زاويه ميله على القوه 5 صح، على القوه 8 صح. تمام. بس هو يعني ساعات بتبقى مع قاف واحد وساعات بتبقى مع قاف اتنين. لا يا حبيبي. طب ما تقول كده من بدري. دي براحتك يا حبيبي. يعني انت لو بصيت في الاجابه بتاعت الكتاب اللي انت جايب منه المساله ولقيت انه عامل زاويه مثلا 30، هو ده السؤال بقى. انت جبت 60، هو جايب 30 مع القوه الاولى، انت جايبها 60 مع القوه الثانيه، انتوا الاثنين صح. تمام. انا كنت عايز استفسر بس كده. انا استغربت ازاي السؤال البسيط ده. لا انا فاهم. انا صوتك كده
بيبدو عليه التفوق فاستغربت من مدى سهوله السؤال. طب قول يا حبيبي ايه تاني؟ وكان زي مستر لما كان بيقول لي زوم القوى في مثلا شكل يعني شبه منحرف وكان بيقول لي محصله القوى عند الف لازم يكون حروف الترتيب بتاعتي ليها شكل معين ولا بص يعني يا على خط الاعداد؟ طب بص يا درش انت حضرتك لو ما حددتش زي المساله اللي فاتت انت طبعا متابع الحلقه النهارده وشفت تمام. المساله اللي فاتت بيقول لي ا ب ج د المربع اضلاعه بتدور مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه كده هو حدد لي وعشان كده كل الطلبه في مصر هيطلعوا الاجابه زي بعض لو سالب 200 كلهم هيطلعوا سالب 200 انما لو منحرف وما حددتش وانت رسمت رسمتك ا ب ج د الاضلاع بتدور مع عقارب الساعه وزميلك يا درش رسم ا ب ج د الاضلاع بتدور عكس عقارب الساعه هل تتوقع انت وهو انت وزميلك تطلعوا الاجابه بنفس الاشاره؟ لا كل واحد هيطلعها باشارته. الله يفتح عليك. مين فيكم غلط ومين صح؟ الاثنين صح بس الله يفتح عليك. في اتجاه وانا في اتجاه. لا بص 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 يا درش مصطفى دائما في مثل هذا السؤال هيقول لك اوجد معيار عزم يبقى كلنا هنطلع جاب واحد. استاذ شعبان احنا بنجاوب على سؤاله. ما انا معلش إيه؟ معلش لو هو ما حددش خلاص يبقى ريحنا لكن لو حدد وقال لك ا ب ج د وما قالش المعيار يا استاذ محمد أخاف؟ يا استاذ محمد المسائل ده برضو اللي حاططها فاهم برضو رياضه. لا اصل احنا شفنا يعني امتحانات ثانويه عامه كتير قبل كده. لا فاهم يا استاذ محمد هو في السؤال ده بيقول ايه؟ دائما عشان كلنا نجيب جاب واحد يقول لك يوجد معيار عزم. تمام. يبقى في الحالتين لو هو بالسالب هجيب المعيار طبعا. لو بالموجب هو المعيار. ما هنا قال لك يوجد المعيار. ماشي احنا متشكرين لاسئلتك المحترمه يا مصطفى ولو عندك حاجه تانية كلنا اذان صاغيه. عندك حاجه تانية؟ ايوه مستر انا كنت بس يعني النقطه دي اللي هي بتاعت محصله القوى عند نقطه اللي هي بتاعت تانية ثانوي انا ايوه انا فهمت قصدك اللي هي اللي انا كنت يعني هرسم الشكل ده لازم ارسمه على خط الاعداد عشان اقدر اجيب الزوايا بتاعت النقطه دي اللي انا عايزها. لا يا بص يا مصطفى انا فهمت قصدك يا مصطفى هو كان في سؤال القوة بتأثر في نقطة ألف وكان قوة في ميلة وقوة في قوة رأسية صح كده يا مصطفى؟ تمام عاوز اجيب المحصلة فانت بتجيب المركبات السينية والمركبات الصدية تمام وتجيب المحصلة بس اللي هي حابسة وجهاز التربيع سي التربيع زي صاد التربيع انا قصدي لازم اعملها على خط الأعداد. لا خط الأعداد فين ما انت في نفس الرسمة. بص يعني مصطفى بص حبيبي مش ضروري ترسمها على خط الاعداد زي ما او على محوري الاحداثيات انت تقصد على محوري الاحداثيات مش ضروري زي تانية سنة. الاستاذ معانا هي الرسمة عادي نقطة مثلا الف اهو ادي المحورين هعمل المحورين عند النقطة اللي بتتلقى فيها القوة تمام؟ تمام في قوة مثلا في الاتجاه قوة كده وقوة كده مثلا هجيب بقى المحصلة بتاعتهم على اساس نقطة تلاقي القوة هي تعتبر اللي هي الاحداثيات هعمل سين وص تمام. انا قصدي على ترتيب على اساس ترتيب حروفي ممكن اطلع الزوايا غلط اي حاجه اي حروف يا ابني ما تنساش هتفرق وحتى لو في راح بعد اذنك يا صاحبان تحت في الرسمه حضرتك كاتب الف افرض في دال الناحيه الثانيه وطالع منها عادي كده مثلا ممكن ألف تعتبر في مثلا دال الناحيه عادي ممكن الجيم دي يتعمل عندها محورين قوة هنا يعني كده. عند النقطه اللي تعجبني بعمل محورين بتخيلهم. لا يا استاذ محمد ثانيه واحده القوة بيقول لك يوجد المحصلة المؤثرة في نقطة ألف صح؟ تمام أروح عامل المحورين عند نقطة ألف. لا ده أنا بضيف لحضرتك حاجة بقى يعني لو في قوة بتأثر في الاتجاه من جيم لألف تعملها لنا كده وواحدة تانية من جيم لبه فالراجل قصدي من جيم لألف ما برضه بتأثر في نقطة ألف. لا ما أقصدش من جيم لبه واحدة تانية أهو من جيم لبه كده أرسم موازي لها من ألف يعني كأن القوة الأخيرة اللي عملتها حضرتك دي هي خارجة من نقطة الأصل التخيلية سواء عند ألف أو أختها اللي عند إيه؟ جيم. أنا نفسي يا مصطفى تكون سمعنا طبعا صح؟ تمام تكون محدد في سؤالك عشان نجاوبك إجابة في الصميم. إيه مشكلتك بالظبط؟ لو عندك مشكلة أنا مشكلتي في إن أنا أحط الحروف وبعد كده أعملها على الخط الأعداد عشان أقدر أجيب زوايا القوة لأن ده زوج مرتب بيبقى لو أنت متعود على كده والموضوع ده بيريحك مفيش مانع ولو إن أنا رأيي الشخصي ونسمع برضه رأي الأستاذ شعبان إنه أنا مش مضطر خالص أعمل اللي أنت بتقوله ده أنا ممكن على رسمتي كما هي الرسمة عند النقطة ألف أو عند النقطة جيم أو عند أيا كان طبيعة المسألة القوة خارجة من أنهي نقطة أتعامل مع النقطة اللي عندها القوة على انها نقطه الاصل ووفر وقت بس تمام. ما انا حضرتك في اجابتين للسؤال ده الاجابه دي والاجابه اللي حضرتك بتقولها طبعا ماشي. اللي يريحك واللي انت متعود عليه طبعا عندك حاجه ثانيه؟ لا شكرا شرفتنا يا مصطفى اهلا بيك في اي وقت ماشي. يلا بس يا شعبان ننطلق الى المربع اه يلا
ألف ب ج د مربع طوله 8 سم. حلو. أخذت نقطة س تقع على ألف ب ونقطة ص على ج د بحيث قياس زاوية ألف د س يساوي قياس زاوية ج ب ص ب 15 درجة. وأثرت قوتان مقدار كل منهما 7 نيوتن في ب ألف ود ج. أوجد مقدار القوتين المؤثرتين في س د وص ب على الترتيب بحيث تكونان ازدواجا ماله بقى مكافئا للازدواج المكون من القوة. طيب ادي المربع بتاعنا اهو ادي المربع ادي الف ادي ب ادي جيم ادي دال. جينا فرضنا نقطة س على الف ب بشرط ان زاوية الف دال س 15 درجة اهي ونقطة ص على ج د برضو بحيث كان ص ب ج 15 درجة اهو. انت طبعا عارف يا شعبان قد ايه انا ببقى عايز استنى لما نكمل بس التليفونات برضو يلا يلا ماشي عليها. يخش معانا هنخلي الباشمهندس عمرو من القاهرة يشرفنا ويشترك معنا في الحل. عمور الو ايوه اهلا مستر ازيك يا مستر ازيك انت عمرو عامل ايه الحمد لله كنت عايز اسال على سؤال في كتاب المدرسه قوي قوي في الازدواجات ولا في ايه الازدواجات سؤال رقم 10 اللي هو مثلث ثلاث قوة تمثيلا تاما باضلاع مثلث جميل كده وفرت وقت كتير ثانيه واحده عمرو احنا الكلام ده هنقوله دلوقتي تاني اللي هي الحاله الثانيه لاثبات المجموعه الكافيه الازدواج ايوه هنقولها يعني لو قوة ممثلة تمثيلا تاما بأضلاع مثلث في ترتيب دوري واحد ماشي تمام هنقول ايه تاني يا عمور لا شكرا يا مستر رقم 10 في كتاب المدرسة اصل في حاجة استاذ محمد لازم الطلبة تاخد بالها تكافؤ مجموعة من القوى ازدواج هو نوعين يديك عدة قوة كل قوتين اعملوا ازدواج واجب الازدواج المحصل النوع الثاني القوى ممثله تمثيلا تاما احنا مش هنحل العمر دلوقتي انا بناخد اسئلته بس ماشي. عندك اسئله تانية يا عمرو طب عمرو باشا يلا ادي القوه هنا 7 في اتجاه ب الف و7 في اتجاه د ج دول يعملوا ازدواج نحسبه يبقى القوتين 7 و7 يكونان ازدواج عزمه هيبقى 7 في البعد العمودي 8 يبقى 56 هيبقى 56 نيوتن سنتيمتر بيقول لك ايه بقى الراجل هنا عاوز قوتين في س ده س وده ص واحده في اتجاه س د والثانيه ص والثانيه في ص ب طبعا القوتين في اتجاه متضادين عشان دالسين هيوازي به جيم هو في المشكله بقى لما عملناها عاوز اجيب البعد العمودي من قاف وقاف فيها حته هندسه صغيره هوصل انا به دال القطر به دال اللي هو يعتبر طوله كان بقى به دال ده 8 جذر 2 جذر 2 صح طبعا طيب القطر به دال مش في المربع القطر بينصف زاوية رأس المربع فالزاوية دي كلها 45 دي 15 يبقى دي كام 30 يلا ما نجيب البعد العمودي اجي من نقطة دال اسقط عمود على خط عمل القوى الاخرى امد ده على استقامته كده اهو العمود اهو العمود ده اللي هو ده النون مثلا اهو هيساوي الوتر اللي هو 8 جذر 2 في جا 30 يطلع 4 جذر 2 تمام كده تمام يبقى معنى كده ايه يبقى القوتين قاف وقاف يكونان ازدواج عزمه برضو 56 لكي يحدث التكافؤ احسب الازدواج ده بقى هيبقى عندنا قاف في 4 جذر 2 بيساوي 56 يبقى قاف ب 56 على 4 جذر 2 يعني 7 جذر 2 يطلع ب 7 جذر 2
تمام. يعني هي الموضوع كله متوقف على الزاويه العمود. والعمود مش هيجي من غير زاويه من الزاويه. والزاويه اتعرفت لما وصلنا القطر ب د اللي اصبح منصفا لزاويه الراس اللي هي اوريدي كانت 45. طب 45 جزء منها 15 يبقى الباقي 30 واصبح العمود مقابل لل 30 يبقى الوتر نصه. الوتر جه بالزاويه. حلو قوي ماشي. طيب انا اخشى ما اخشاه انه وعودنا السابقه لحسام من المنيا وايمان من الاقصر واميره من المنصوره وعبده من الاليوبيه ومعانا علي من البحيره. طب استاذنك قبل ما ندخل علي بقى احنا عايزين بسرعه كده في عجاله استاذ شعبان نحل المسائل بتاعت الاسبوع اللي فات. ماشي يلا تعال. يلا يا علي من البحيره احسن ناس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الناس كويسه يا استاذ محمد. عامل ايه يا علي؟ لو سمحت يا مستر عندي بس مشكله في الضرب القياس والضرب الاتجاهي. الا وهي القياس والضرب الاتجاهي. ايوه ايه المشكله؟ اما يقول لي المركبه الجبريه والمركبه الافقيه والمركبه هي الموضوع ده بس انه لا انت قلت المركبه الجبريه اوكي المركبه الاتجاهيه اوكي قلت حاجه ثالثه ما سمعتهاش انا. لا المركبه الجبريه والمركبه اللي هي الاتجاهيه. الاتجاهيه ماشي. طيب يعني ما بتعرفش معلش برضو اسمح لي زي ما قلنا من شويه حابب علشان ما نجاوبش على حاجه ما هيش هي المطلوبه ففي الاخر يبقى احنا بنكلم نفسنا. انا عايزك تحدد اكتر انت مش عارف القانون جه منين فحابب تستنتجه او نستنتجه تاني رغم ان احنا شرحناه في الحلقات ولا ما بتعرفش تطبق القانون في المسائل ولا ايه نوع السؤال معلش عشان نكسب وقت. لا انا عايز القانون بس بعد اذن حضرتك وجيب لي عليه مثال كمان. يعني انت مش عارف القانون فعايز مساله عليه. حاضر حاجه ثانيه يا علي؟ لا بس كده. حاضر عينينا حبيبي شرفت ونورت. يلا اتفضل يا استاذ شعبان. كان في نبدا باميره نبدا بايمان من الاقصر عشان كلمتنا النهارده اللي هو ايه بتاعتي اللي هو مساله الامتحان اللي جت سنه 2000 مربع تقاطع قطره ا ب ج د نشوف. ايمان من الاقصر. طب هي مش عندي. طب اللي موجود عندك دلوقتي ايه الجاهز؟ هو بتاعت اللي هي رقم 10 في الاحتكاك. طب يلا ده كان طلبها محمد من البحيره برضه. يلا جسمه وزنه واو موضوع على مستوى ماء الخشن يميل على الأخب زاوية خاصة هي وخاصة زاوية الاحتكاك لام أثرت على الجسم قوة قاب في اتجاه خط أكبر من المستوى إلى أعلى وتمنعه من الانزلاق. إثبت أن قاب بتساوي واو جا هي ناقص لام على جتا لام. لما نيجي نرسم الكلام ده أهو المسألة دي على فكرة لها حلين يا أستاذ محمد. أهو أدي جسم وزن واو رأسيا لأسفل رد الفعل عمودي اهو ده ري ده واو وفي قوة في اتجاه خط أكبر من لأعلى. القوة دي منعته من الانزلاق. ده سؤال محمد من البحيرة. ولسه عنده سؤال تاني رقم 12. وهندخل معانا معلش ولاء من بني سويف. اهلا بيك يا جمع الاسد. انا نسيت اهلا بيك يا ولاء. اهلا حضرتك. اهلا بيك يا ستي عامله ايه؟ اموري علي صوتك واموري. عندك سؤال يلا من إيه؟ من كتاب المدرسه؟ لا هو من كتاب خارجي. وماله يلا ماشي يلا قول. الف ب ج د شبه منحرف ماله؟ صوتك بيقطع مش عارفه اسمع حضرتك كويس. انت سامعني كويس؟ طب كويس دي كفايه ماشي. ألف ب ج د شبه منحرف اطلعي بره كده في البلكونه او بره يمكن يمكن اسمعك احسن. قائمه الزاويه في لا هيبقى صعب كده مش عارفين نسمع كويس يا ولاء. خلي هي ده على الزواج يا ولاء. خلاص هنقول اللي هو اقول لك اثبت المجموع كام في الزواج والقوه بتاثر باضلاعها شبه منحرف مش كده برضو؟ خلاص هنقولها. احنا عندنا كذا مساله شبه منحرف. ممكن اسال حضرتك سؤال معلش؟ طبعا. هو يقول لي اوجد قوس حيوي اثنين تجد المجموع يعني ايه؟ هقول لك انا فهمت سؤالك. لا بعد المجموع كام في الزواج عاوز قوتين حتى تتوازن المجموعه صح؟ مش كده السؤال مش كده. ما احنا عايزين نعرف السؤال عشان ما نقولش حاجة انت مش عايزاها. صوتك كده بقى واضح كلنا اذان صغير. ممكن اعيده تاني؟ انت ما قلتوش اولاني اتفضلي. قالت بيه جيم ده لسيبه محارف ماله؟ هو احنا لما نخش في الجد الصوت يقطع؟ طب قولي الف ب ج د سيبهم حرف مال. الف ب ج د سيبهم حرف قائم ازاي يعني ده جيم؟ حلو قائم في جيم. في الف د بيوازي ب ج. حلو قوي. طيب
وبين جيم بيساوي 18 سم. جميل. وبين ب بيوازي كان بيساوي 8 سم. ب ده 8 سم. بيساوي 12. والف؟ والف ده بيساوي 12. حلو. حصلت قوة مقدرة 10 قف 1 وقف 2 في النقطة ألف. لا ماشي. في عن اتجاهات قالت ده وجيم ده وجيم على الترتيب. حلو. توجد قف 1 وقف 2 ده تتزن المجموعة. حلو حتى تتزن المجموعة. حاجة تانية ولا؟ اه معلش سؤال تاني. لا وليه معلش اموري؟ اللي هو بيقول لي اللي كان المنتجين اللي هو في الضرب القياسي ده. ايوه. اذا كان بيقول لي اذا كان في الضرب القياسي. ماشي ايه يعني في الضرب القياسي؟ اذا كان ماشي ا بيساوي 2 س زائد ص. ا بيساوي 2 س زائد ص. ها. و ب بيساوي س زائد ك ص. س زائد ك ص. متوازيين. حلو. عاوز كاف. فان فان هو معلش ممكن اقول لك في حاجه في الحل ده يعني ممكن اقوله؟ في حاجه ايه؟ انت ما تتوتريش خالص يا ولاء، احنا على فكره مش مستعجلين رغم اننا مستعجلين، بس خدي وقتي خالص وشوفي انت عايزه ايه وبالراحه عشان نفهم سؤالك، ما نجاوبش على حاجه مش اللي انت عايزاه. اتفضلي. ماشي معلش انا اسف. ماشي. يقول لي اذا كان المتجهين الف بيساوي 2 س زائد ص. اه دي سمعتها. وب س زائد ك ص ودول متوازيين، ايه اللي حصل بقى؟ بيقول لي فان قيمه ك بس كده؟ لا ايوه هي بس كده، بس انا عارفه الحل ده. بس انا انت لو مش يعني عارفاه اصلا انا كنت هقفل معاكي. يعني انت لو مش عارفه يعني كيف انا ممكن اقول حاجه يعني؟ اه اتفضل. مش هو هنا يعني مش هو هنا بيقول لي اذا كان ان هما دول متوازيين، ليه ما اقولش ان الف ضرب قياس الباء بيساوي الف ب؟ ليه ما اقولش ايه؟ ما اقولش مش هو معنى ان هما دول متوازيين ان الف ضرب قياس الباء بيساوي الف ب؟ لا يا بنتي يا سلام. لا 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 ده عند مين ده؟ مين اللي قالك بقى الكلام ده؟ لا 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 استنى ما نسمع بس يمكن في مشكله نحلها. معلش شو هنا لو دول متوازيين وفي نفس الاتجاه يبقى كده الزاويه بينهم بصفر. اه طيب يبقى معنى كده ان جتا صفر بيساوي واحد. آه. بيساوي صفر. اه طيب يعني جتا صفر واحد يبقى معنى كده ان ا ضرب قياس ب بيساوي ا ب. يعني انت عايزه معلش اسمحي لي يا ولاء اصل في مجاهيل هنا يا بنتي، انت عايزه تروحي تجيبي معيار ا ومعيار ب عشان تقولي حصل ضرب ا في ب بيساوي ا ضرب قياس ب، عايز تعملي كده؟ اه انا عايز. طب اسمحي لي بقى. لا انا مش هعلق، هسيب استاذ شعبان يعلق، بس اسمحي لي اقول لك حاجه صغيره في 10 ثواني. ايه اللي دخلني انا في القصه دي بدون تعليق مباشر مني؟ يعني اذا كان شرط توازي متجهين معروف، المتجه ا يوازي المتجه ب اذا واذا فقط كان المسقط الاول على المسقط الاول يساوي المسقط الثاني على المسقط الثاني. يعني يا ولاء بمجرد النظر شفوي كده 2 على 1 تساوي 1 على كاف، خلصت. أوه. وفي قول آخر المتجه ألف يساوي ثابت في المتجه ب، بس أنا بنقي أسهل وأسرع الطرق. أصل مش بدور على العقد. بص يا أستاذ محمد. أصل في مشكلة. أصل ما أنا في حليت، ما أنا عارفة الحل ده. أيوة. أنا يعني مش بتضرب أقول لك يا ولاء. واضح إنها مش سهلة أستاذ شعبان، واضح إنها بتتكلم هي عايزة نقطة معينة مش الإجابة. يا ولاء يا ولاء يا ولاء. اتفضل. أنت ما عندكيش خاص الضرب القياسي. مش معلوم. لا معلوم. هي تقصد انها تضربهم يعني ضرب قياسي بيساوي 2 في 1 ب 2 زي معادله؟ ايه مش دي معادله؟ اه لا مش هو هنا عندي الضرب القياسي الف ضرب قياسي ب، لو عندي متجهين يبقى انا بضرب اللي هو مش انت بتقول معيار الف معيار ب صح الكلام ده؟ اه يساوي ايه اللي هو بيساوي اللي هو معيار الالف معيار ب اللي هو بيساوي الف ضرب قياسي ب؟ طب الف ضرب قياسي ب بيساوي ايه اصلا؟ ما عندكيش استاذ شعبان. هي بتتكلم صح، اسمح لي بس، هي عايزه تقول بس عشان تبقي فهماني انا بقول ايه، انت عايزه تروحي تلفي لفه كبيره قوي وتقولي الف ضرب قياسي ب بيساوي 2 زائد ك، مش كده؟ لا تسمحني مش بقول كده، مش قصدي كده خالص. امال؟ لا انا قلت اقول مش ان الف ضرب قياسي ب بيساوي لو انا عندي متجهين. ايوه يعني لما تضربيهم ضرب قياسي في بعض هيطلعوا الاول في الاول زائد الثاني في الثاني، يعني هيديك 2 زائد ك، مش كده؟ اه ايوه كده. انت عايزه تعملي كده وتقومي قايله 2 زائد ك بيساوي معيار المتجه ا في معيار المتجه ب لان الزاويه اللي بينهم صفر فجت صفر بواحد، انت عايزه تعملي كده؟ اه انا عايزه اعمل كده. طيب ده حل طويل قوي وتربعي الطرفين ومعادله تربيعيه وقصه، ايه اللي دخلك انت في القصه دي؟ بس ما طلعتش معايا، يعني هي فكره صح ولا غلط؟ هو الكلام علميا او رياضيا ما اقدرش اقول لك انه غلط، لكن في اسهل منه بكتير اللي احنا قلناه من شويه واللي انت علقتي قلتي انك عارفاه. وانا في قمة الاستغراب لما انت عارفاه، ايه اللي دخلني انا في السكة الطويلة دي رغم انها مش غلط؟
طيب معلش اخر سؤال بس. طيب اوكي يلا اخر سؤال قولي. هو يعني رسمه اللي هو رسم مثلث ا ب ج. ايوه. وفي ثلاث متوسطات. حلو قوي. المتوسطات بتتقاطع قطرها فين؟ ثلاث متوسطات اتقابلوا في ميم. ها وهنا عندي ا ب ج عندي د منتصف ب ج. حلو. وواو منتصف ا ب ج. حلو. وهي منتصف ا ب. ماشي. يقول لي اذا كان ا ب ج مثلث متساوي اضلاع فضلوا 4 سم. متساوي الاضلاع ب 4 سم. ها ومين منطقة متوسطات وفإن ميم دال ضرب قياسي ميم. ميم دال ضرب قياسي ميم هي. حلو جميل قوي. ده سؤال حلو نجاوبه لك. ايه تاني؟ ميم ب يا مستر. ميم دال ضرب قياسي ميم ب. حلو مش هتفرق. ميم ب ضرب قياسي ج م. واحدة تانية. ميم ب ضرب قياسي ايه؟ ج م. ج م. ج م. حلو برضه. ميم متوسطات يعني. اه ايه تاني؟ بس شكرا شكرا. طيب احنا متشكرين ليكي جدا يا ولاء وانتظري. لا خالص مش تعب ولا حاجه بالعكس احنا عايزين اسئله زي كده كتير. كلمينا تاني في الاسابيع اللي جايه. يلا يا استاذ شعبان نلحق نحل المسائل القديمه. طيب هنا القوه دي منعت الجسم من الانزلاق. يبقى معنى كده ان ميم ر لاعلى. مش كده؟ ايوه. في طالب يقول لك ايه انا هحلل الوزن الى مركبتين اهو دي زاويه ه ودي زاويه ه يبقى هنا واو جا اهي وهنا واو جا تاهي. ويبقى عندنا الجسم متزن. ايوه. هبقى نقول له بقى ر اهو ر بتساوي واو جا تاهي وقاف زائد ميم ر بتساوي واو جا اهي. يبقى قاف زائد ميم اللي هو معامل الاحتكاك بيساوي ظلام عشان مديك زاويه الاحتكاك. وقتنا عمال بيجري واسلام عايز يخش بقاله فتره على التليفون. اسلام من الجيزه اهلا بيك يا اسلام. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. الحمد لله تمام. حضرتك عامل ايه؟ انت عامل ايه كويس؟ الحمد لله تمام. طيب يلا قول عندك سؤال. عندي سؤال في الاتزان العام. قوي قوي في كتاب المدرسه او الدليل عشان نكسب وقت؟ لا لا. طب يلا قول. بيقول لي كره معدنيه مصمطه. كره معدنيه مصمطه متجانسه. متجانسه نصف قطرها نق. نصف قطرها نق. ربطت من نقطة على سطحها. ربطت من نقطة على سطحها. في خيط. وثبت الطرف الآخر للخيط في النقطة ألف على حائط رأسي في الطرف الآخر في نقطة على حائط رأس. ها. لترتكز الكرة في حالة اتزان. ها. وهي على وشك الانزلاق إلى أسفل الحائط عند نقطة ب. الانزلاق. ماشي. على وشك الانزلاق بعيداً عن الحائط. لا وشك الانزلاق الى اسفل الحائط. الى اسفل الحائط. يبقى ميم ر لفوق. يلا ماشي يلا. فاذا كان ا ب بيساوي جذر 3. ا ب بيساوي جذر 3. جذر 3 نق. ايوه. وكان معامل الاحتكاك بين الكره والحائط. واحد على جذر 3. واحد على جذر 3. فاثبت ان ظل الزاويه التي يصنعها الخيط مع الحائط 30. يصنعها الخيط بتساوي جذر 3 على 2. بيساوي جذر 3 على 2 مع العلم الزاويه بقى ولا الظل. ظل الزاويه بجذر 3 على 2. ايوه تمام. مع العلم بان خط عمل وزن الكره. مع العلم بان خط عمل وزنها يمر بمركز حلو يؤثر في مركزها. طيب ماشي. ايه بس كده بس هو طيب في سؤال تاني يا اسلام؟ الله مسألة حلوة محترمة من طالب محترم بس طبعا مش هنلحق نحلها النهاردة. تحب تكمل معانا الحل المسألة بتاعت محمد من البحيرة ولا تسيبنا؟ ماشي مفيش مشكلة. يلا يلا يا استاذ شعبان نلحق نحل حتى المسألة دي. يبقى ظ لام بتساوي قاف زائد ميم ر بتساوي واو جا ه. فأنا عندي ميم بتساوي ظ لام ور بتساوي واو جتا ه بتساوي واو جا ه. ايوه. يبقى قاف بتساوي واو جا ه ناقص واو جتا ه. راح اسلام يلا نكمل. ماشي ظلام. يبقى قاف واو جاهي ناقص واو جتا ه. الظلام ده عباره عن جا لام على جتا لام. واحد المقامات كده اهو جتا لام. يبقى واو جاهي جتا لام ناقص واو جتا ه جا لام. خد واو بقى عامل مشترك اهو هتبقى جاهي او نعملها في صفحه تانية. يبقى قاف هيبقى جاهي جتا لام ناقص
جتا اهي جا لام على جتا لام في واو دي جا جتا جتا جا يدينا جا الفرق بين الزاويتين واو المطلوب في واو. كان لها حل تاني نعمله ولا بتهيألي يعني طب نحلوا له المسألة التانية الوقت بيداهمنا كالمعتاد. طيب نحلوا المسألة التانية دي كلها أسئلة متبقية من الأسبوع اللي فات رقم 12 بقى في الاتزان العام. اللي هو قضيب هو كمان كان عايز يقول لك عرف الازدواج واثبت ان متجه العزم قوه لا تتوقف اللي هي النظريه النظريه قالوا برضه ادي قضيب منتظم يرتكز بطرفه العلو على حائط راسي معامل الاحتكاك بينه وبين القضيب بيساوي نص وبطرف السفل على على مستوى افقي معامل الاحتكاك بينه وبين القضيب بيساوي 3/4 اوجد زاويه ميل القضيب على الافقي او اوجد ظل زاويه ميل القضيب على الافقي عندما يكون على وشك الايه الانزلاق اهو ادي حائط راسي خشن وارض افقيه خشنه وادي القضيب هنا في رد فعل ري واحد رد فعل ري اتنين عمودي رد الفعل العمودي ده كده احتكاك ده احتكاك كده الوزن بيأثر في المنتصف عشان منتظم اهو عاوز اجيب ظاهر دي افرض طوله لام وده لام على شكل انزلاق اعتقد عشان استقبل تليفونات تاني عشان انا يدوب فاضل 3 دقائق في الحلقه نخلص المساله دي بس يبقى ديت 3/4 ري واحد وهنا هيساوي نص ري اتنين السلم بقى متزن يبقى ري واحد زائد نص ري اتنين بيساوي وعندنا ري اتنين بيساوي 3/4 ري واحد وبالتالي اقدر استنتج ان ريه واحد بيساوي 4/3 ريه اتنين عوض في نمرة واحد ديت يبقى 4/3 ريه اتنين زي ما انا قلت قبل كده طالما هاخد العزوم حول نقطة الف اللي تحت ديت يبقى لازم اجيب ريه اتنين من معلومية الوزن هتساوي واو لما تجمعهم هتطلع 11/6 ريه اتنين بيساوي واو اذا ريه اتنين بيساوي 6/11 واو ادي ريه اتنين. طيب هاخد العزوم حول ألف لما اخد العزوم حول ألف يبقى القوة دي بقى عزمها بصفر يبقى هو لا عزم وري اتنين لا عزم ونص ري اتنين لا عزم لما اخد العزوم حول ألف اهو يبقى واو بيساوي صفر يبقى واو في البعد العمودي مجاور لام جتا اهي وري اتنين ناقص ري اتنين البعد العمودي مقابل يبقى اتنين لام جا اهي ناقص نص ري اتنين في اتنين لام جتا اهي بتساوي صفر اللام مع اللام مع اللام يبقى واو جتا اهي ري اتنين احجبناها 6/11 واو في اتنين جاهي ناقص نص في 6/11 واو في اتنين جتا اهي الواو مع الواو يبقى عندنا جتا اهي ناقص 12/11 جاهي ناقص 6 جتا اهي تمام كده بتساوي صفر يبقى عندنا دي ناقص ودي ناقص اضرب في 11 يبقى 11 جتا اهي ناقص 12 جتا اهي تمام كده هتطلع بقى دي كام لما نيجي نحسب ديت دي 6 دي 6/11 هيطلع جه هي على جت هي ب 5/12 هيبقى هنا جت هي وناقص 6 جت هي هيبقى عندنا 5/11 جت هي بيساوي 12/11 جه 11 جه ومنها جاء على جت ب 5/12 يبقى جاهي على جت هي يعني ظاهي ب 5/12 5/12 يعني الزاويه هي ظا اس ناقص 1 5/12 بكده يبقى وصلنا للنهايه بس قبل ما نختم لان وقتنا جري بنعتذر لحسام من المنيا وايمان من الاقصر واميره من منصوره وعبده من القلوبيه انتوا طبعا متابعين وشايفين الوقت بتاع الحلقه بيعدي بسرعه ازاي وبنتلقى فيه مكالمات قد ايه على وعد ان شاء الله الاسئله القديمه زائد اسئله النهارده ان شاء الله نحاول في الحلقه اللي جايه
نبدا في حلها. نشكرك طبعا استاذ شعبان كالمعتاد، شكرا جزيلا، وفي انتظار المزيد بقى في الحلقه اللي جايه نحاول نكمل كمان كالمعتاد الازدواجات اللي مش عايز تخلص دي عشان نخلص. وبنشكر كل ابنائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه، الى ان نلتقي في حلقه جايه لكم من اطيب الامنيات.